السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم منتظم القناة جيمنج اون لاين. اخبار الشباب ان شاء الله تكونوا بخير. اخيرا شباب، شركة كونامي اعلنت عن تحديث جديد للعبة اي فوتبول 2022. طبعا شباب، كان في تحديث يوم الخميس، التحديث ده كان صيانة شباب، يعني مش هتحمل حاجة، ده كان صيانة اتضاف لوحده في اللعبة. قلت لكم في الفيديو السابق عن مميزات التحديث. دلوقتي شركة كونامي اعلنت عن تحديث جديد، المرة دي هتحمله، يعني المرة الجاية التحديث اللي انا هتكلم عنه دلوقتي ده لازم تعمل له ابديت من المتجر بتاعك، وممكن يكون حجمه كبير. طيب يا شباب، هنقرا الرسالة اللي بعتتها النهارده شركة كونامي على تويتر. زي ما انتم شايفين يا شباب، بيقولوا اعزائي المتابعين، يعني شكرا للعبك للعبة اي فوتبول 2022، وبيقول نحن نأسف على المشكلات يعني والمشاكل اللي سببناها بسبب لعبة اي فوتبول. طبعا لانه الاصدار اللي هم اصدروه كان فيه مشاكل كتيرة جدا، طبعا انتم لعبتوا اللعبة وعارفين الكلام اللي انا بقوله، بيعتذروا يعني بسبب المشاكل اللي هم سببوها في الاصدار ده. طبعا كان فيه جلتشات واخطاء كتيرة في بداية الاصدار، كان كمان الاونلاين فيه مشاكل لكن اتحلت دلوقتي، وبيقولوا يعني احنا اسفين على المشاكل اللي سببناها بسبب اللعبة الجديدة اللي هي فوتبول الإصدار 090. وبيقولوا نحن نخطط لإصدار النسخة 091 من لعبة إي فوتبول 2022 في 28 أكتوبر. يعني يا شباب، إحنا حاليا بنلعب النسخة 090، لأ، في التحديث القادم اللعبة هيبقى الإصدار بتاع اللعبة 091. إمتى التحديث ده هينزل؟ التحديث ده هينزل في 28 أكتوبر، الشهر اللي إحنا فيه حاليا، يعني بعد 20 يوم بس، يعني تقريبا خلاص 3 أسابيع والتحديث هينزل. طيب يا شباب، مميزات التحديث ده او التحديث ده هيعمل ايه للعبه؟ التحديث ده شباب زي ما انتم شايفين شركه كونامي بتقول هذا التحديث هيعمل على اصلاح المشاكل اللي موجوده في لعبه بيس 2022 او اي فوتبول 2022، المشاكل اللي المستخدمين او اللاعبين اشتكوا منها يعني وكتبوها في التعليقات على المتاجر. بيقولوا مشاكل زي المشاكل دي زي الجلتشات طبعا وسرعه الكره على الارض وحاجات كثيره جدا، يعني هم بيقولوا المشاكل اللي ابلغ عنها المستخدمين هيتم اصلاحها في التحديث ده اللي هو 091 في 28 اكتوبر. التحديث ده هينزل في 28 اكتوبر، وكمان بيقولوا اثناء الفتره دي من بين يعني من النهارده ل 28 اكتوبر هنوروا لك التفاصيل وهنقول لك التحديث ده ايه الفايده منه بالتفصيل. يعني شركه كونامي كده بتقول هنواصل اعلامك اثناء هذه المده يعني بمزيد من التفاصيل حول هذا التحديث. وبيقولوا كمان في اخر الرساله شكرا لدعمك المستمر للعبه اي فوتبول 2022 فريق تطوير كونامي. طيب شباب، في حاجة غريبة وهي انه التحديث ده هينزل في 28 اكتوبر، المفروض في شهر 11 يوم 11، يعني بعد ما التحديث ده ينزل ب 12 يوم تقريبا، ب 12 يوم هيبقى في تحديث هيبقى معاه المفروض، يعني او حسب الاشاعات، في اشاعات كتيرة ومصادر كتيرة بتأكد كده ان يوم 11/11 شركة كونامي هتنزل اصدار 100 اللي هو ده الاصدار الحديث اللي تقريبا جربوه اليوتيوبر، هو ده الاصدار اللي اليوتيوبر جربوه في مقر كونامي في انجلترا، واللعبة اللي كانت حديثة وكانت ممتازة جدا، هو ده الاصدار 100 المفروض هينزل يوم 11/11 مع النسخة الكاملة. في 11/11 هينزل النسخة الكاملة اللي هي كل الفرق هتنزل، وكمان الماي كلاب وتفاصيل كتير جدا في اللعبة هتتفتح، كل الاطوار الموجودة في اللعبة مقفولة هتتفتح يوم 11/11 مع كمان كل الدوريات هتبقى موجوده في لعبه اي فوتبول 2022 في 11/11. يعني انا عايز اقول الفرق 12 يوم ما بين التحديث ده والتحديث ده، واحنا حاليا الفرق ما بين التحديث اللي هو يعني المفروض يعني اول تحديث يعتبر اول تحديث قوي هينزل للعبه هيبقى يوم 28 اكتوبر، المفروض يعني ما بين نزول اللعبه اليوم 28 اكتوبر تقريبا 28 يوم، وما بين التحديث الثاني للثالث تقريبا 12 يوم بس. يعني عايز اقول المفروض التحديث ده كان نزل بدري شويه، كان يوم 20 او كان بعد حتى نزول اللعبه بيومين او اسبوع، كان المفروض بعد نزول اللعبه تلقين المفروض ده ينزل التحديث ده اللي هو هيحل كل مشاكل اللعبه. اتمنى يكون في التحديثات القادمه حاجات قويه، ولكن في تحديث 28 اكتوبر كل المشاكل الموجوده حاليا في اللعبه هتتحل، يعني مش هيكون في تحديثات مرئيه سواء جرافيك او تفاصيل يعني داخل اللعبه جرافيك والرسومات والكلام ده، مش هيبقى في تحديث، لا، التحديث اللي 28 اكتوبر الشركه هتنزل التحديث ده عشان تحل كل المشاكل الموجوده في اللعبه. هو ممكن طبعا يكون في تحديثات مرئيه يوم 28 اكتوبر، لكن الشركه ما كتبتش ان هيبقى في 28 اكتوبر، هم كتب هنوفيكم بكل التفاصيل في الايام المقبله، يعني بخصوص التحديث اللي هينزل يوم 28 اكتوبر ممكن يكون في تحديثات مرئيه بس. يا شباب، هي دي كانت رساله كونامي النهارده على تويتر. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وشكرا على الدعم اللي انا بشوفه منكم يا اساطير، والسلام.